مؤاخذة أنا آسف، أصل كانت في واحدة قاعدة هنا من شوية وقالت لي خلي بالك من المكان. أنا آسف، بعد شوية حضرتك لفي وتعالي اقعد يعني. أيوة كان في واحد قاعد برضو شاب جنبي هنا؟ كان لابس مايوه. لابس إيه؟ مايوه كده حضرتك، حتى قمت جبت له منين وجيت. جبت له منين؟ منين؟ من الراجل اللي عند البحر. الراجل بتاع البحر؟ طب لو جت اقول لها بتبقى تيجي بقول لي اقوم، مع انه كان في ولد هنا قاعد جنبي شاب معرفش بيه. انا كان في سؤال عايز اساله لحضرتك، بس قلت يا حكم لسانك ما تتسرعش. لا ارجوك اتسرع وما تحكمش لسانك. سؤال ايه؟ في حد. حد ايه جاي يقعد هنا في وسينا؟ لا هيقعد هنا. مش فاكرة، يمكن انا اتأخرت بقى. لا اتأخرت على ايه؟ احنا خليك قاعد. بص لو في حد نبقى نديله بومبا. نديله بومبا واحنا نقعد مع بعض يعني. انا زهقانة قوي، ما تيجي نقوم نعمل حاجة ولا حاجة، نتمشى ولا حاجة. نتمشى نروح فين؟ اي حتة، اي نصيبة رجلنا تاخدنا ليها وخلاص. مفيش حد من اصحابه يعرف عنه اي حاجه. انا اللي هجيبه لكم. صفحه ترجع يا حلواني، مش هنزعلك تاني. عملت 2000 شير، يعني في 2000 واحد دلوقتي بيدوروا على بابا. خليك ادمن غلو. اعوذ بالله، ادمان ايه؟ لا انا ماليش في السكه دي، وبعدين الادمان ياثر عليك في الجواز. اهو جه. انا دورت عليه في كل المستشفيات ما لقيتوش، بس لقيت عسكري جيش واقف تحت البيت اداني الجواب ده وقال لي اعتبر ابوك شهيد. بس دي ورقه فاضيه. ماما ما كانش في حد تحت. اعملها مركب يا ايمان. شير صبرني. شير افتح يا جبان. لا افتح. يلا انت. لا افتح لي مرتضى. عايز ايه؟ بص بقى، جات لي فكره هي اللي هتجيب من الاخر. هنحط صور في كل حته في الشارع ونحط عليها رقم التليفون، اللي يلاقيه يتصل بينا. ماشي. الصوره اهي. ايه ده فريق واما. ايه مصاب بالجنون دي؟ عيب. عشان الناس تخاف وتتصل على طول. وبعدين مش الدكتور اللي انت جايباه ده قال كده؟ بس مش لدرجة مصاب بالجنون يعني. طيب ممكن نكتب مساء الخير، الحالة بتاعتي عاملة ايه؟ جاية شايك على صيانتها بنفسي. صيانة ايه؟ مين ده؟ ده بقى اللوستة اللي بيعالج عم حلواني. احنا من الصبح مش لاقيين بابا، هو مفيش اي امل اللي هو يفتكر ويرجع البيت لوحده؟ بسيطة بسيطة، لازم تروحوا الاماكن اللي عملت له نقلة في حياته. يبقى ندور عليه في استوديو جلال، ده اول استوديو انطرد منه. استوديو جلال ايه؟ اتطرد منه. لازم تروحوا الاماكن اللي بيتبسط بيها، اللي بيحبها. ايوه الجاردن اللي كان بيفسحنا فيها واحنا صغيرين وكان بيقابل فيها ماما. برافو عليكي، يبقى اكيد بيكروز هناك. لفة المركب. دكتور معلش، الكائن ده ما استفزش حضرتك؟ ما حسيتش ان في هنا حاله ابنورمال؟ اتفضل اشوف. هتشوف ايه؟ انت هتتجنن؟ ده انت عم حلاوه بتاع الكب ده بيفهم اكتر منك. اقسم بالله لو فكرت تهزر معايا لا هغرقك في السنيوره. انا ما بحبش عبط. تمام. وي وي وي. يا بعقلي المنين ده، نفخ لبطني. ياه عايز اطلع النفخه دي. انت حاجه اتنفخت عندك؟ انا ما فيش اي حاجه منفخه. ما اكلتيش منين؟ لا انت اللي كلت الزراويت دي كلها لوحدي. ايوه يعمل حساب الفشار يا استاذ. نعم الحق حساب الفشار. فشار مين؟ ما اكلناش فشار احنا، اكلنا منين؟
فشار؟ فشار. طب بص هات لنا اتنين تاني وندفع كله. اوكي. بابا بابا حبيبي دوختنا عليك يا حبيبي. لا ما ينفعش تواجهيه عشان ما يحصلوش مضاعفات. بالراحة. دول اللي خطفوني. اخص عليكو اخص، ما انا قاعده بقالي 35 سنه اللي ما حد عبرني بخطفه واحده. اخص اخص. حضرتك انا لهفه بنته. لحمه بنته؟ عيب. مين بنتي مين؟ ها؟ انا لهفه، انت مش فاكرني يا بابا؟ انا بنتي مش فاكر بنتي مين. انا قاعد مع المدموزيل. ايوه. كانت بتنهج وبتتخطف وانا اتخطفت. بقول لك يا لهفه، مفيش بقى غير حل واحد، ان احنا نضربه على دماغه عشان ترجع له الذاكره. لا اخاف عليه. تخاف عليه يا بنتي؟ انت ما شفتيش افلام ما بيحدش بيرجع له الذاكره لما بيتخبط على دماغه؟ طيب اوكي جرب انت وانا مش هبص. اي حاجه للبوليس. معلش. هبدوس. ناموس. ناموس فظيع. حسيت هبدوس. يمكن صراصير. نيتهم مش سليمه. معلش جرب اخر مره بقى. خلاص مش حلوين. هاتي بقى ايه؟ في انا شايف. لهفه. بابا حبيبي. بابا حبيبي. صل على النبي. صل على النبي. حبيبي الحمد لله على سلامتك. ايه ده؟ انا كنت فين؟ مرتضى. ايوه يا عم حلواني الحمد لله على السلامة. سانكيو مرتضى سانكيو. اي خدمة اي خدمة. مين دي؟ اخص عليك اخص عليك. انا اسف، دي بنتي وده ابن عمها وكمان مخلف. انا مش مخلف بس دي بنتي. اه عشان كده الظاهر ان الست دي مش فاكرة حاجة زي بابا. اه خطفت. خطفت؟ ماشي، يبقى محتاجة واحدة برضه كمان. قول لهم يمكن يجوا. ما انا بقول لكم. بقول لك ايه؟ في منتصف الرأس وبقوة. ماشي. هم عايزين يعملوا لك مفاجأة حلوة قوي. ايه؟ في زود المفاجأة نفسك. في ناموس. اوبس. اسعفيني يا ماما. متشكر قوي يا جماعة، متشكر جدا. احنا كنا بنلعب مع ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ معرفوش. مين؟ ابنك. ابنك يا ماما. مين؟ ابنك يا ماما. انت ام سامح حسين؟ انا ابنها يا فندم. ابنها. معلش مش هينفع نسلمها لك، لازم تدينا اماره انك انت ابنها. ايوه ماما بتيجي كل يوم هنا وانا باخدها منها. ماشي ادينا اماره ان هي ماما. بصي 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 مين ده؟ ايه ده؟ بابا. بابا مستنيكي في البيت. بابا. بابا ده بابا. بابا مستنيكي في البيت. ده بابا. مرتبط. بابا يا ماما. بابا مع ان الواد فيه شبه من عبد الوارث عصر بس ده معلش. انا ابنها. بص هروح اجرب. روحي خليك هنا لو ما نفعش هاجي. ها اتصلي بي على طول يا حبيبتي. طب يا حبيبي باي باي يا حشمت. باي يا لحمة. باي باي. مع السلامة. الفشار. طب يا حبيبي خلي بالك منها من فضلك. ما تنهجيش ما تنهجيش. انت بتنهجي ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. يا حبيبي يلا بينا بقى نروح. يلا نروح. انا مش عارف ايه اللي جرالي يا بابا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. اجيب لكم فشار؟ لا يا حبيبي شكرا ربنا يخليك. انتوا بتنهجوا ليه؟ حدش بيني ولا حاجه. احنا تمام الحمد لله. تعالى يا حبيبي تعالى. الحمد لله يا رب. الحمد لله على السلامه يا بابا. نورت بيتك. لقيت بابا في الجاردن يا جماعه زي ما الدكتور قال ورجعت له الذاكره. الحمد لله على السلامه. ازيك يا بابا؟ ازيك حبيبي؟ ده انا قلبت عليك الفيسبوك لحد ما الفيسبوك تلفش منك وزهق. استنى يا ولا لما نتاكد انه خف قول لي يا حلواني انا مين. انت ابتهال. ايه الزكاوه دي؟ يا بكوان يا واد استنى بمتحنه. طب قول لي يا حلواني دول كام؟ وانا بسنن. الحمد لله على السلامه يا حلواني. الله يسلم. الحمد لله ان انتوا اطمنتوا عليه. استاذن انا بقى. ليه يا خالو؟ خليك معانا شويه. في الحقيقه انا كنت عايز امشي قبل ما يجي عشان انا اتخنقت من بيتكم ده، بس خفت لا تقوله عليا قليل الاصل ولا حاجه. يلا على رنات بقى. سلام عليكم. شكرا يا خالو. طب ما شاء الله. احنا كمان يا مرتضى خلي عمك يستريح. الحمد لله على سلامتك. متشكرة جدا يا خالتو. على سلامة بابا يا حبيبي. ميرسي. شكرا يا مرتضى. خلي بالكم منه بقى. طبعا طبعا في عينينا. ميرسي قوي قوي. خش يا بابا حضرتك اتفضل استريح على ما احضر لك حاجات اكلها. ما احلى الرجوع للبيت. ما احلى رجوع للبيت. ما احلى رجوع رجوع للبيت. انا تعبت ياه. انا مشيت كتير ياه.
ايه يا ابني انت كنت كل فين ده؟ انا قاعد بدور على ابوك. احنا لقينا ابويا في الحديقه. كان مزروع؟ لا يا حبيبي كان قاعد. كان قاعد؟ اه. طب انا هخش اطمن عليه وبالمره اقلبه في قرشين واطلع على شرم الشيخ واشوف الدنيا يا. صباح الخير يا حاج. اهلا يا ابني، ازيك يا حبيبي؟ انا بابايا الحلواني بيسلم عليك قوي يا راجل. اه والله. وعامل ايه باباك الاخ حلواني؟ يا وحشنا والله الحلواني ده، راح الارجنتين اصلي. يا سافر؟ اه. معلش سيبك منه اصلا، احنا اصلا زهقانين منه. على رايك. ولا يهمك انت. هو كان عاوز حاجه منك؟ اه هو بس كلمني من الارجنتين. ايه. قال لي ان انا اجي اخد ايجار المكوى. ايجار المكوى؟ هو مش كان خد ال مش كان خد الشهريه؟ لا ما ده الشهر اللي فات. وايجار الزبال؟ ايه ده، ده الناس دي ماتت، ده الناس دي جايه، ده الناس دي جت من سنه. حياه امك. اه يعني انت قلبتني 65 مره وهات ولسه برضه ما شبعتش؟ ايه ده؟ اعمل فيك ايه؟ انت فاكر ازاي؟ فاكر ازاي؟ فاكر ازاي؟ فاكر الحلواني؟ اي اي فاكر دي؟ اه لا لسه اهي.